حمزه. حمزه بقى عفيف وحمزه. حمزه كانت نجم قوي شويه في صوتك، انتم اصواتكم زوز مبدلين. داير انا اول مره باش نقول معناتها ملي نبداو تحب نخليوكم اصواتكم الحقانيه، معناش علاش نبدلوهم هذول؟ اي خليو بين خلي حمزه، خلي لك صوتك كما هو، خلي لي صوتك كما هو، بين خلي لهم اصواتهم كما هما. باش نبدا منك انت حمزه، اكيد كنت تسمع في الموضوع اللي حكينا عليه، انت عشت بتجربه انك حبيت طفله وصلت معها للعرس. قبل العرس شنو اللي صار بالضبط؟ احكينا ساعه كيفاش تعرفت عليها، قداش قعدت معها قبل العرس؟ تعرفت عليها في 2012 و قعدت معاها معناها بريود طويله عام ونص. بعدها بالضبط جاتني قالت لي حمزه راهو نحبك تمشي تقابل بابا وتشوفه وتحكي مع بعضكم. دونك مشيت كلمته في التليفون، قلت له نحب نقابلك، نحب نحكي معاك ابروبو الطفله اللي حشتي بها. كي مشيت حكيت معاه، يعني اول ما وصلت تصدم، معناها اللي شوكي. دونك شنو شوكي؟ شوكي من شنو؟ شوكي خاطرني انا اسمر. دونك كي شافك شنو كانت ردة الفعل نتاعو؟ ردة الفعل نتاعو وجهه تقلب ولا يحكي معناها معايا درا كيفاش، يعني حس روحه معناها عبد جاه غريب، عبد مش كيما العباد. بعد عملت قهوه انت وياه، روحه عملت روحة قهوه شنو اللي صار؟ هذا قبل ما اتفقتوا على العرس انت وياه، معناتها بديتوا بروسيدور معناتها رسميه باش تعرف على العائله. هو قبل ما نغادروا معناها قبل ما نروح قال لي جمله، قال لي رانا نحن في عائلتنا ما عندناش كون يا خو اسمر، ما عندناش بنات اخو اسمر. دونك الجمله هذيك معناها تلخص الوضع الكل. كي روحت للدار كلمتني طفله، حكيت معاها قالت لي بابا راهو يعشق المدار، بابا راهو معناها ما يقبلش، ما عندناش في عائلتنا صحيح نحن شكون يا خو اسمر، وانا ما نجمش نتحداه، ما نجمش نعمل حتى شيء معناها. هل تعتبر انها كانت تحبك بالرسمي كي عملتك هكا؟ ما كانش نجم تقول لي انا نحب الطفل هذايا مهما كان لونه، وابريتو ماهيش تعمل في حاجه غلطه، ماهيش قاعدين نشجعوا راه باش تقول لي لبوها، ما كانت نجم تعمل ان ايفور باش تقنع عائلتها. ما عملت حتى ايفور وما قنعتش معناها حتى عائلتها وتبعت بوها. اصبر، كانت تحبك بالرسمي هي ولا؟ يمكن بعد ما عادش معاها انت تقلقت نفسانيا من الحكايه هذايا؟ تقلقت نفسانيا بيفو ومن بعد وصلتها بميساجات بحاجات من قلبي خرجتها وانقطعت علاقتي معها نهائيا. اكثر كلمه قالها لك الوالد نتاعها وجعتك شنو؟ اكثر كلمه قال لي ما عنيش بنات تاخو كحلان. به تعال نرجع لك من بعد حمزه، خاطر حياتك تبدلت للباهي بالحادثه هذيا. دونك حمزه صناعة من الضعف قوه، تم بعد يفسر لكم كيفاش. عفيف عسلامه، مرحبا. عسلامه مين؟ انت فت لتاب عفيف نتاع انه مجرد تعارفك ها، وانت عرست كريمه. وي. ومعناتها احكي لنا الحكايه من الاول للاخر. انا جو فو مي ديفوالي باش نحي الماسك، خاطر صوتي ياسر معروف. وجو بريفير اتخ انا نفضل اني نقدمك ساعه من بعد نحي الماسك. باهي داكور. للي ما يعرفوش، عفيف كانت تعدت معنا في الحوار التونسي، عندك عمين يظهر لي. اي. في برنامج حكايه تونسيه على الكوبل ميكست ريوسي. كوبل ميكست اللي كان ناجح بين اسمر وابيض، ولا معناتها كوبل ميكست ناجح، وكان جات هي المسيو نتاعها وحضرت لهنا في بلاتو الحوار التونسي. دونك نقول لك برافو على الشجاعه نتاعك، كانت تحب تنحي الماسك لازم. دونك عفيف كنت عديت معانا ككوبل ناجح ومحلاكم وعايشين بالكدا هكا ولا؟ وي. وشنو صار من بعد؟ والله من الاول هو دخلت بعضها شويه، لعبت كل دخلوا فينا. نبداو نمشيو نعوموا وانا وياه، يقولوا شو لو سيفاش ضرب على قلبها بوغ بون. انا وياه اونتر بارونتيز ما نحبش نقول على روحي لعبت كل، تعرفني شكون انا وشكون هو، مي ما كولور تخليني معناتها بوغ انا نجم نكون اقل منه. باغ كونتخ انا وياه ما نتقارنوش جمله، فهمت؟
جست عفيف تاع مزيان حينا اللونيت تاع الشمس باش نجمو نراوك بالقدام. بلا نربيهم تاع النظر مش تاع الشمس. جست نحيو خاطر مغطين عليك شويه دونك مش نقولوش من بعد هكا جات ماسكي مش ماسكي دونك خلينا نبداو سور كيف يبداو يراو فيك 100%. باهي دونك عائلته معناتها من الاول كانوا قابلينك ولا؟ كما قالك حمزه هو راه شويه منا وشويه منا. بون بوه سمعت باغ لا سويت اللي هو مش حابب وكل شيء. انا زد اخويا ما حبش عليه. اما ما حبش مش على حكايه اللون خويا. هو صاحبه يعرفه ويلا بوكو دو ديفو. وما صابني سمعت كلام خويا اونتخ بارونتيز. شنو الحاجات اللي صاروا في العرس نهار العرس معناتها اللي ما نسيتهمش واللي قلقوك؟ والله هو سانسيغمون نحكي عليه هكا كاني مش ممنه روحي اللي صار. كان ياسر فرحان ويشتح وشيخ سي امين فتك بحاجه هو اللي تي فيونسي افيك اون بيضه كما هما يقولوا فهمت؟ دونك لا لي سي تومبي البيضه واخذني انا وحبني ويقول لي نحبك وانت الدنيا الكل وحتى اخته قالت لي قال لهم انا حتى شيء ما يجي قدام عفاف. باغ لا سويت تعرف اوني دون اون سوسيتي كي غوفوز توتالمون بلوز او موان البنيه تاخو واحد ابيض فهمت سي لا كولور كي كونت سي با العبد اخلاقه وطبيعته هو شنو كيما امي تقول الزين زين الفعايل اوغ مالوغوزمون هما يخزروا كان للون وما يهمهمش لا في الفعايل في حد شيء. في العرس ما صارتش حاجه من عائلته كونترك ولا كونتر عائلتك ولا حاجه؟ والله العرس تعدى بالقداش اخنا العبد الكل عائلته تشتح فرحانين واحنا فرحانين كي جاو يخطبوا فيك من الاول معناتها قبلوا معناتها جاو عائلته؟ قبلوا ما ثم حكايات سمعتهم التالي فهمت؟ كيفاه؟ كما البو قال ما نعرفش اش عملت لولدي باش خذيته. اوغ هو انا نقول شنو هو اللي عمل لي باش انا خذيته. وعلاش وصلتوا للطلاق انت وياه اليوم طلقه انت ديجا اليوم؟ وي وي علاش بعد ما تعديت في التلفزه معناتها بداوا مشاكل؟ بعد بون في التلفزه تونس كامله قاعده داخله وش شكون خذيت ودرا شنو الحكايات هذوك تعرفهم. هو الى بوكو شونجي نجم نقول لك انا جلوتي انا حتى قلت لك خويا ما حبش يعرفوا الا انت الى ان تري غران ديفو الى بوكو شونجي. انا العباد تعرفني انا ما نحبش نشكر روحي انا رجله وكنت معه واقفه معاه كما قالوا سونامي انتيم تحفيك الخير. دونك هو هكاك خويا يعرفوا قلت لك اكثر منه هو اللي ما حبش على الحكايه هذه معناتها خاطر يعرفوا شنو انا ما نعرفوش انا عرفته حبني وحبيته برشا. انت عفيف معناتها حسمه فهمت اللي انت معناتها الحمد لله ميسوره الحال. الحمد لله يا ربي. وحكيت لي وقتها قاعدين نحضروا في البرنامج قلت لك راك راكبه في الكهربه نتاعك شنو يقولوا؟ هذيك مالوغوزمون ديما نسمعها يا il me prend pour une étrangère اللي هي زعما من الباد ولا من حاجه هكا سينو نبدا ماشي البلاصه ميزامي انتيم اللي يحبوني برشا سوا ديزون فهمت نهارتها الكازات كانت مسكره نتاع الكهرباء بون نجم نقول نوع اسم الكهرباء ولا فازي ما يصيرش انا داخله بحذاهم جايه والكازات مسكره فهمت قالوا كلمه كبيره برشا قالوا الدنيا الكلبه بور نو با دير الكلمه الخايبه وصيفة في مرسيدس لا شراوها لي ولا مدوها لي ولا عطاوها لي. انا جو سويز اون فام دون فامي موديست كو جو مسوي كونستكويت توت سول جو سويز امبيسيوز وقدة ربي ورضيت الوالدين معانا وكا هاو هذاك شنو نجم نقول لك. باهي حمزه نرجع معاك حمزه هي امبيسيوز وقالت انا نجمت نتجاوز ونفهم كلامها اللي هي امراه قويه. انت كيفاش نجمت تتجاوز انه عائله الطفله اللي حبيتها في حياتك رفضوك باش نجمت تتجاوز هذا؟ نجمت نتجاوز هذايا بالفن وكان نجم امين نحي معناها الماسك حط نحي ماسك وي فازي نحي الماسك قلت لي انت تغني هكا ولا وي كان تحب زيد اعطيه جوست ميكرو باش سمعنا حاجه شنو تغني مع تغني راب راب باش نسمعوا حاجه معناتها من عنده من الغنايه نتاعو اسمعوا لي بارول مليح شنو باش يقول لكم. قول لي شنيا ذنبي صاحبي قول لي شنيا عملت نحكي بكل ثقه خاطرني في بلادي تألمت كلنا توانسه صاحبي لغه طلعت مضروبه رينا منهم كان الحقره عايشونا في كذوبه مجتمع مريض فرق من لون البشره حقروا الاسود والزوالي وحقروا ولد
بتشرح نتكلم على حقي بالفتنة يتهموني سمولي منصب واحد فيه توصي في لوني رغم اللي احنا توانسة بيناتكم كبرنا معنا حد يمثلنا في بلادنا وتبهذلنا هم قالوا نحو العبودية دي وين القانون من برا باين حر اما من داخل مسجون في بلاد التمييز ما ظهر ما زالت موجودة شوف الشهار تيليكوم تقول عليها مقصودة سكتوا على الموضوع توصيه كلاتوا ندوة اليوم صارت في ليبيا خايف من بلادي غدوة لاحظتوا اسود قدوة لسنوا قوانين ناقص في تونس يركبونا سلاسل في الرجلين اسود وافتخر حتى كان ما حسبونيش الراجل يجيب الفلوس حجرته ما تضعفنيش قالوا كلام جارح والله ما على بالي كان جيك خاطب لبنية جامي تعطيها لي مازالوا يسميونا لون الاسود وسيف في ارضنا هينوا الناس وهينوا لهجة ولد الريف في تونس تراهدين والنفاق والخوف ما نسلمش في حقي مهما كزات الظروف موضوع مسكوت عليه خاطر ما يحبوش الحقيقة سموني كحلوش ويحبوني نعطي ثقة كان النفاق للنعباد تعبد الدينار كنا ولاد تسعة ما مجتمع حقار بعد ما سمعت حكيتك حمزة عملت غنية على الحكاية متاعك عملت زوز غنيات هما ديجا غنية كحلوش وبعدها منش راسيست اللي ومعايا صديقي إدام قعدنا مع بعضنا نتحاوروا هو يقول لي رانا نحن منش راسيست وانت تحب تعمل فتنة وانت تحب تعمل بوبلي في البلاد وكل شيء وانا جاوبته معناها بالفن متاعي واقنعته معناها اللي راهو موجوده راهو ما عندناش شكون يمثلنا راهو ما عندناش كذا راهو ما عندناش في البلاتوات تونس الكل تلافز تونس الكل اسمر في بلاتو يعني ما فهمتش في الاخبار في قناه مثلا في الاخبار ديغمون يعني باش نكلمه اي تفضل سي امين نجمو نعملوا حد للعنصريه احنا تجيبونا كل مره نحكيو ونمشيو هاك بحذنا اليوم والله انتوكا والله ما حذنا اوفيسيلمون يزينا ياسر بلونديت نبدلوا شويه الجو شويه هكا لون بدل الغير شويه مريم دباغ امينه محليهم وكل شيء مي شويه لون هكا شو عفيف خليك تتوجه بكلمه للتوانسه اللي يتفرجوا فيك توا والعباد اللي قلقوك ولا المسيو اللي غدرك ولا العائلته شنو تحب تقول؟ سي امين نحب نقول لك حاجه عندي مون امور لياس دريره سعيد عديت لحاجه اخرى لا طفل صغيرون عمره 4 سنين ياس اللي يحبني نحب نقول لك حاجه كلو غاسيزم يرسخوا الكبار في الصغار تعرف شو يقول لي؟ يقول لي عفوفه ما بنك انت شوكولا خاطرتك ياسر شوكولا شو هو الجلب له ما قاليش لك حلوش الا وصيفه دونك هذه احنا لازمنا نربيو اولادنا وصغارنا واللي من بعدهم باش ما نعلموهمش يقولوا هذاك كحلوش وصيف نفهموهم اللي ثم العبد الوان ثم الاحمر والكحل والابيض والكلنا كيف كيف ونقول لك لامور نا با دو كولور حمزه لحظة ثانية أنا جايك مريم أما سمعت معلومة من عند حمزة والله لاني عارف معناتها تسكن صدق ولا ما صدقهاش قال لي فما بلاصة ما نحبش نقول وين في تونس أخطأنا قال لي راهو فما كيران للبيض وكيران للسمر وفما مقابر إي فوالا اسكو صحيحة حمزة الحكاية هذي ولا شبيك حمزة موجودة وصحيحة ومعناها حكينا فيها برشا مرات الحكاية والعباد تعرفها لازمنا نجاوزوها الحكاية ذي أنا باش ندخل في حكاية الجبانة هي جبانة تاريخية وقديمة وثم جبابن في البلاد اللي تحكي عليها أنت ميلونجي كحل وبيض وثم بقايا عزدا فيها العرب اللي هما سواديزون مش ولاد البلاد جبانة إستوريك وفي البلاصه هذه كبيده ثم جبام برشا ميلونجي وهي قاعده الوحيده خاطر الي استوريك معناتها عندها ومش متقلقين راهو جماعه منها اللي دافنين فيها
هما مقابلين بعضهم راه واحده نتاع بيض والاخرى نتاع كحل واحده مقابله واحده ما بيناتهم ممشى هكاك فهمت باب منا وباب منا وزوز مش متقلقين وقال لك ليه هكاك معناتها احنا نحبوا ندفنوا روحنا هوني ما فهمش منا نورمال ما يصيرش هكاك باه حمزه ميساج الاخريني لعائله الطفله اللي رفضوك الطفله اللي من الاول رفضتك على خاطر لونك وعلى خاطرك زوالي اليوم انت قاعد تعمل طريق لروحك والحمد لله يا ربي ماشي الامور معاك شنو تحب تقول لهم قول لهم ان شاء الله ربي يديهم ساعه وربي سامحهم وانا مسامحهم خاطر كان ما جاوش هما انا ما نجحش توا ما نكونش انا عندي تورني اللي حلمت بيه في الافريق الكل يعني وما نكونش عندي زوز جوائز جائزه ايام قرطاج موسيقيه وجائزه في الكاميرون دونك ما نكونش عندي زادة حفله في امستردام ما نكونش عندي حفلات اخرين زادة في الاوروب دونك من هي خلتني انا قوي ديوانك وقت البرد كلالي قولي لها حتى صيغه كبيره برشا على عفو وعلى حمزه